يوم جديد يقربنا من الخامس من نوفمبر. كاملا هاريس في مواجهة دونالد ترامب في سباق الوصول إلى البيت الأبيض. أحدث الأخبار والأرقام والفرص في الانتخابات الأمريكية مع راوي القاسم. أهلا بكم، نبدأ بأبرز العناوين. And Trump has now made it so competitive, and I want people to understand how popular he is in Pennsylvania. قبل أسابيع قليلة من يوم الانتخابات، تقدم كاملا هاريس يتلاشى والديمقراطيون يضغطون زر الفزع. They're only wrong when they give me a bad one, but we are doing great in the polls. وترامب أخيرا يتقبل استطلاعات الرأي بصدر رحب طالما تظهره فائزا. Who have a new position, secretary of cost cutting, okay? Elon wants to do that. في يوم واحد إيلون ماسك يهدم ما بناه الديمقراطيون في بنسلفانيا طوال أشهر. شهر عسل كاملا هاريس انتهى. الحديث لكل وسائل الإعلام الديمقراطية تقريبا بعد سلسلة استطلاعات الرأي التي تم نشرها على مدار 3 أيام، وتشير إلى أن المرشحة الديمقراطية في أدنى مستوى لها منذ دخول السباق الانتخابي. تضغط كاملا هاريس على زر التكرار كل أسبوع، تزور نفس الولايات مرة بعد مرة في محاولة لوقف تسريب الزخم. أصبحت هذه هي خريطة أمريكا بالنسبة لكاملا هاريس في الأسابيع الأخيرة والأسابيع الثلاثة المقبلة قبل يوم الانتخابات. 7 ولايات فقط، وهي أيضا نفس الخريطة التي يراها ترامب. لكن في جعبة هاريس حيلة جديدة تعتقد أنها قد تمنحها أفضلية. But here's the thing, North Carolina, and he's not being transparent with the voters. He's not being transparent. So check this out. He refuses to release his medical records. One must question, are they afraid that people will see that he is too weak and unstable to lead America? بعد أن نشرت هاريس سجلها الطبي، أصبحت تشدد على الأمر في كل فرصة تسنح لها، وتلمح إلى أن ترامب الذي يعيش في نهاية سبعيناته لم يعد هو الشخص القادر على إدارة الولايات المتحدة. رواية يحب الديمقراطيون اليوم ترديدها كثيرا خلف هاريس، لكنها لم تؤتي بثمارها في استطلاعات الرأي التي كان آخرها الذي صدر عن NBC نيوز وأشار إلى تعادل بنسبة 48% لكل مرشح، وهي أنباء أسعدت الرئيس السابق كثيرا. And I think the polls are wrong about a lot of things, although I don't want to say that now because we're leading, so let's leave them. They're only wrong when they give me a bad one. But we are doing great in the polls. We've done really great in the polls. ترامب كان في أريزونا بينما يتابع استطلاعات الرأي، وشاهد أن 20% من الأمريكيين يدفعهم أمن الحدود من أجل التصويت في نوفمبر، فأصدر إعلاناً هاماً لهؤلاء المتحمسين، 10,000 ضابط جديد لأمن الحدود. So in order to meet the goal of hiring 10,000 new agents, we need the agents. We need them badly. And keeping our incredible veteran agents on the force. Don't leave us. Raise your right hand. You're not going to leave. You're not going to leave. Don't leave us, fellas. تنضم إلينا من أريزونا نادية البلبيسي، مديرة مكتب العربية في واشنطن. أهلا بك معنا نادية. أبدأ معك بما قاله بول بيريز رئيس مجلس دوريات الحدود الوطنية أمس في المؤتمر مع ترامب. نستمع. If we allow Border Czar Harris to win this election, every city, every community in this great country is going to go to hell. The untold millions of people, unvetted, who she has allowed into this country that are committing murders, rapes, robberies, burglaries, and every other crime will continue to put our country in peril.
نادية، ما الذي سيضيفه هذا الدعم وثقل هذا الاتحاد لدونالد ترامب؟ ومن موقعك الآن بما أنك بأريزونا، إلى أي مدى يشكل حل أزمة الحدود حاجة ملحة لسكان هذه الولاية؟ في هذه الولاية راوية، القضية الأساسية هي الحدود ثم الحدود ثم الحدود، وبالتالي التركيز للرئيس ترامب الذي كان هنا ليلة أمس في الواقع عندما يتحدث على أن الولايات المتحدة إما أن تكون دولة لديها حدود وإما أن لا تكون دولة تعمها الفوضى، يكون هناك مئات الألاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون على هذه الحدود، خصوصا من ولايات مثل أريزونا، ولاية الغرب الأمريكي، ونيو مكسيكو، وكاليفورنيا وغيرها. وبالتالي يريد أن يركز على هذه القضية وتلقى رواجا كبيرا جدا، رغم أن هناك جالية من الأمريكيين اللاتينيين الذين يصوتوا في هذه الانتخابات، وهم أيضا يتفقون بأنه موضوع الهجرة موضوع أساسي وموضوع في صلب الانتخابات الأمريكية، ويعتقدون بأن الرئيس ترامب هو الأفضل لمعالجته. ومن هنا عندما يتحدث مسؤول ويدعم الرئيس ترامب ويقف معه في المهرجان الانتخابي، هذا يعطيه زخم كبير، وخصوصا ونحن نتحدث عن 20 يوما قبل الانتخابات، واستطلاعات الرأي تظهر تقدم للرئيس ترامب خصوصا في ولاية متأرجحة مثل أريزونا. في العادة منذ يعني عقود من الزمان كانت تصوت للجمهوريين، لكن الانتخابات السابقة في عهد الرئيس ترامب في عهد الرئيس بايدن صوتت للديمقراطيين، ويأمل الرئيس ترامب بأن يعيدها بسبب قضية الحدود التي تهدد الأمن الوطني الأمريكي. وطبعا الرئيس ترامب يبالغ عندما يقول بأن هناك عدد من الإرهابيين يدخلون عبر هذه الحدود إلى آخره، لكن الهجرة الغير شرعية هو موضوع أساس وموضوع حتى الآن لم يحل، والرئيس يسيسه بدرجة كبيرة، لكن هو أيضا موضوع جوهري يهم كل سكان الولاية هنا في أريزونا. طيب نادية، استمعنا منذ قليل لآخر استطلاع للرأي، 48% لكل مرشح تعادل، كيف يتعامل الديمقراطيون مع هذا التآكل باستطلاعات الرأي وما سببه؟ لأنه وفقا لنيويورك تايمز هناك اعتقاد متزايد بأنه الديمقراطيين الذين طالما احتفلوا بالناخبين السود كعمود فقري لحزبهم، الآن هناك رأي بأنهم فشلوا بالوفاء بوعودهم، وأيضا هناك تراجع بالنسبة لدعم اللاتينيين. صحيح، في أحسن الأحوال هناك قلق في المعسكر الديمقراطي، وفي أسوأ الأحوال هناك حالة ذعر وهلع. نحن نتحدث عن 3 أسابيع فقط، الآن انتهى شهر العسل، هذا الحماس الذي رأيناه معا عندما غطينا مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو، وكان هناك رغبة بالتغيير وتنحي بايدن جانبا ووضع يعني مرشحة جاهزة، نائبة الرئيس التي تشارك في كل القرارات وأول امرأة تدخل إلى البيت الأبيض إلى آخره، كان هناك حالة من الالتفاف والوحدة حول كاميلا هاريس، لكن هذه يبدو بأن هذا بالفعل تراجع هذا الحماس، لأنه اكتشفوا الديمقراطيين بأنه كونها امرأة وامرأة ملونة غير كافي، الآن بدأت تتعرى نوعا ما لأنه سياساتها ليست قوية، لديها معضلة وهي أنها تدافع عن سياسات بايدن وتتهرب من سياسات بايدن في نفس الوقت. واكتشفوا أيضا بأن الرجال السود بالتحديد، الرجال الذين دوما كانوا في المعسكر الديمقراطي، يبدو بأنه أخذهم دوما معه دون أن يقدم لهم الكثير، وبالتالي الرئيس ترامب بدأ يشكر الرجال الأمريكيين من أصول إفريقية الذي يقول بأنهم معه، لأن الوضع الاقتصادي من التضخم ومن البطالة ومن الرعاية الصحية ومن كل الأمور التي تهم الأسر وبالتحديد الأسر من الأسر الأمريكية الإفريقية، بدأت ترى بأن مصالحها الشخصية والأسرية والداخلية مع ترامب وليس مع الديمقراطيين ومع كاميلا هاريس. طيب نادية، دعينا ننتقل إلى ولاية متأرجحة ثانية ربما هي الأهم، بنسلفانيا. استمعي معي لما قاله الديمقراطي عضو مجلس الشيوخ في الولاية جون فيترمان، ما قاله عن إيلون ماسك تحديدا. I've never said that Pennsylvania is not a blue state. People assumed after 2012 that Pennsylvania is an easy layup, you know, for Dems. And I'm like, no, that's just not true. And Trump has now made it so competitive. And I want people to understand how popular he is in Pennsylvania. And one thing, you know, honestly, that it really does have me concerned more than the polls is what I expected. But, you know, now he is using and Musk is willing to actually show up at these kinds of rallies. And I witnessed that in Butler County a couple days ago. You know, Musk is
most endorsements don't count for much in this business, but Musk is incredibly popular. And he has an appeal to a demographic that Democrats have been struggle with, okay? And to some people that they see him as that's Tony Stark. يعني يبدو أن هناك قلق من تواجد قلق ديمقراطي من تواجد إيلون ماسك إلى جانب ترامب. ما القطاعات برأيك التي استطاع إيلون ماسك مخاطبتها في بنسلفانيا؟ وهل هناك من يعني رد فعل إيجابي حول ما قاله؟ أولا إيلون ماسك هو ظاهرة. هذا الرجل الذي ولد في جنوب إفريقيا في مدينة بريتوريا أتى إلى الولايات المتحدة في عام 2002، حصل على الجنسية الأمريكية وكان يصوت للديمقراطيين وقال بنفسه بأنه وقف في الصف 6 ساعات حتى يصافح الرئيس أوباما في ذلك الوقت. تحول تماما إلى المعسكر الجمهوري وهو الآن الرجل المثل الحي الذي يدعم ترامب بنجاحه، ليقول للمناخبين في بنسلفانيا بالتحديد، والتي أصبح لديه هوس بأن ترامب يجب أن يفوز بها وبدرجة كبيرة. بدأ ليس فقط بالظهور في المهرجانات الانتخابية والإشادة بترامب والشعور بالفخر به، لأنه بعد محاولة الاغتيال وقف على قدميه وقال بأننا سنقاتل مرة أخرى. أصبح الآن يريد أن يذهب بالطريقة التقليدية في جذب الناخبين بالطرق على الأبواب، ويريد ليس فقط الظهور إلى جانب ترامب في المهرجانات الانتخابية، لكن أيضا بالذهاب في باص تور عبر الولاية نفسها ليجذب كل القطاعات، نعم، منها رجال الأعمال، الشركات الصغيرة، أولئك الذين يؤمنون به راوية بأنه أغنى رجل بالعالم وهو المثال الحي للنجاح، وبالتالي هو في صالح ترامب. وترامب على فكرة يريد أن يعينه وزيرا لخفض الإنفاق إذا وصل إلى البيت الأبيض. نعم. He's a great business guy and he's a great cost cutter. You've seen that. And he said, I could cut costs without affecting anybody. So he will be in the cabinet? Not in the cabinet. He doesn't want to be in the cabinet. He just wants to be in charge of cost cutting. We'll have a new position, Secretary of Cost Cutting, okay? Elon wants to do that. يعني نادية يبدو بأنه لدى إيلون ماسك طموح سياسي واضح جدا. شكرا جزيلا لك، نلقاك غدا إن شاء الله بالمزيد من الأخبار من أريزونا حيث تتواجدين. نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن. مستمرون معكم ولدينا بعد الفاصل. ترامب يلوح باستخدام الجيش ضد خصومه السياسيين ويصفهم بأخطر من أعداء الخارج. من الصعب على دونالد ترامب أن يتخلى عن الخطاب الذي يميزه، سواء كان تميزا سلبيا أو إيجابيا. في مقابلة مطولة مع فوكس نيوز أثار ترامب الجدل مجددا ووصف معارضيه في الداخل بأنهم أخطر من أعداء الخارج. We have two enemies. We have the outside enemy and then we have the enemy from within. And the enemy from within, in my opinion, is more dangerous than China, Russia, and all these countries, because if you have a smart president, he can handle them pretty easily. I got along great with all, I handled them. But the thing that's tougher to handle are these lunatics that we have inside, like Adam Schiff, Adam Shifty Schiff. Think of this guy's going to be a senator. النائب الديمقراطي آدم تشيف الذي ذكره ترامب رد عليه عبر إكس وقال بجدية يا دونالد، لماذا أنت مهووس بي إلى هذا الحد؟ ربما الإجابة على سؤال تشيف تكمن في كونه كان مدير مجلس النواب في أول محاكمة لترامب، ثم جلس في اللجنة التي حققت في هجوم 6 يناير على الكابيتول. استغلت حملة هاريس تصريحات ترامب وقالت في بيان إن ما يهدد به دونالد ترامب خطير جدا، وعودته إلى البيت الأبيض هي مخاطرة لا يستطيع الأمريكيون تحملها. أيضا استدعى الديمقراطيون وجها من الماضي للتذكير بهذه المخاطر. We got a choice between them. And not just President Trump, but his idea of a young leader is somebody who is just always a yes man. What do you want, master? What do you want me to say?
So when you see somebody in politics telling you that the only thing that matters to me is absolute total loyalty. What if I say 2 and 2 is 6? You say yes. We have to ask ourselves, is that consistent with the scripture that most Americans say they try to follow? ولترامب تاريخ طويل في تهديد الخصوم، ففي سبتمبر قال عبر تروث سوشيال إنه سيقاضي كل الذين زوروا انتخابات عام 2020. لكن حملة ترامب لم تتراجع، وأكد المتحدث باسم حملته ستيفن تشوينغ أنه على حق بنسبة 100%، لأن مقودي الديمقراطية من خلال نشر الفوضى في الانتخابات يشكلون بالفعل تهديداً مباشراً. ينضم إلينا من عمان المحلل السياسي بشار جرار. أهلاً بك معنا سيد بشار. أبدأ معك بهذا الحوار وما قاله ترامب أمس لفوكس نيوز ونبدأ. I think the bigger problem are the people from within. We have some very bad people. We have some sick people, radical left lunatics. And I think they're the and it should be very easily handled by, if necessary, by National Guard, or if really necessary, by the military. سيد بشار، بالماضي قال ترامب بأنه سيلاحق معارضيه، اليوم يقول بأنه سينشر الجيش ضدهم. هل هذا برأيك خطاب يساعده في هذه الحملة الانتخابية والعودة إلى البيت الأبيض؟ وهل هناك حاجة لهكذا خطاب بظل الانقسام الموجود أصلا بين الأمريكيين؟ هو قطعا يصب الزيت على النار المتاجة أصلا في هذا التوقيت، أقل من 3 أسابيع. ولكن نذكر أنهم لعبوا الحزب الديمقراطي بورقة الصحة والكوليسترول، الآن نتحدث عن الجيش. طبعا هو كان واضحا منذ البداية، وهذا الموضوع ليست نظرية ترامب. كل الإمبراطوريات عبر التاريخ تقول أنها تنهار من الداخل، بمعنى الطابور، حتى تسمى الطابور الخابس، لأنه هو معروف أن هذا بسبب ضعف يقوض الدولة من الداخل. طبعا هو لم يذهب إلى اتجاه بأن يقول أن هؤلاء عملاء، وصفهم لوناتكس. اليسار اللي يوصف المنحل المختل، بمعنى الذي يقوض أسس الديمقراطية عندما يكون هناك تزوير انتخابات، بصرف النظر نحن لا ندخل في قضية هل حصل تزوير أم لا، ولكنه يقول في المطلق أنه سيحقق ويقاضي من قام بالتزوير. عندما يقول بأن التلاعب في أمن الحدود، تهريب المخدرات، عصابات الاتجار والرق بالبشر، الرق الجنسي حتى، هذه أمور نعم أصبحت تهدد السلام العامة، وهي ليست سابقة راوية. المدارس في أمريكا عندما تعرضت لإطلاقات نار، بصرف النظر كيف تمت بسبب مهووس أو من يعاني من اضطرابات عقلية أو مدمع المخدرات، كانت هناك صرخة لدى أجهزة الأمن والجيش أنه عوضا عن حماية المدارس وبنائها مثلا في أفغانستان، الأولى أن تحمي المدارس الأمريكية. نعم. أولى أن تحمي الحدود الأمريكية. هذا هو الذي يريد أن يتحدث عنه. طيب. وإن استخدم بعض الألفاظ بالفعل تثير بعض المخاوف، والتقطتها المكنة الديمقراطية بالتذكير في حادثة اقتحام الكونغرس وستة يناير وكل ما رافقها من قضايا. طيب سيد بشار، استمع معي لما قاله الجمهوري رئيس مجلس النواب مايك جونسون بشأن استعداده للتصديق على نتائج الانتخابات في حال فازت هاريس. Regardless of who wins, you'll certify the results. Regardless, of course, yes, if the election is free and fair and legal, and we pray and hope that it is, there's a lot of work being done to make sure that's true. I think this one's going to be so large, there'll be no question. I think Donald J. Trump is your next president, and that can't happen soon enough. When people hear you say, if it is free and fair, does that not undermine people's confidence in the election results, Mr. Speaker? No, it shouldn't. No, it shouldn't, because what I'm saying there is what the Constitution provides, what the Supreme Court has affirmed time after time, what history has affirmed. Listen, Democrats have objected to slates of electors in every single election this century when a Republican president has won, every single time. And yet they all conceded. Including some of the largest forces out there. And yet they've conceded. Former President yes. Trump has yet to concede and in 2020. That's the point. سيد بشار، لماذا هذا الإصرار الجمهوري على التمهيد للفوضى من الآن؟ يعني نحن على بعد 3 أسابيع، ألم يتعظوا من درس 6 يناير قبل 3 أعوام؟ وحتى عندما يقولون بأنه سيصادقون على نتائج الانتخابات سيفعلون ذلك فقط إن كانت نزيهة. هذا الربط
نزاهة بفوز ترامب، ما تفسيره وما الداعي له؟ سؤال لابد أن يحصل الجميع على إجابة، ليس فقط في داخل أمريكا وإنما صورة أمريكا في العالم. نعم، مصداقية الانتخابات قضية مرتبطة بمصداقية وهيبة أمريكا، ولكن لا نستطيع أن ننسى، ليست بهيبة شخص أو فوز شخص. كلام سليم، وهذا ما كنت يعني أومي إليه. القضية ليست ترامب. مايك بنس كان هو نائب للرئيس وقال بصفته نائب الرئيس ويترأس الجلسة، وكان موقفه واضحا في ذلك اليوم أن عليه تمرير هذه النتائج. حينها كان الخلاف عندما قال الرئيس ترامب تمرر النتائج عندما لا تكون هناك شبهات للعبث والتزوير. حينها المجالس النيابية للولايات هي التي تقرر النزيهة. لا، الآن مايك جونسون هو يتبنى هذا الموقف للرئيس ترامب، وبالفعل هي مجرد رؤية. المفروض أن الانتخابات في كل العالم، في أمريكا، في الشرق الأوسط، معاييرها واحدة: لا يتم السماح لميتين أن يصوتوا، لا يتم السماح للتصويت في ولايات أخرى، ولكن وليس فقط سيد بشار، يعني حتى الآن ترامب غير قادر، مواطن أمريكي، ولكن حتى الآن ترامب غير قادر على يعني إثبات بأنه الانتخابات الماضية كان فيها تزوير. لماذا التعويل على نفس الورقة بالانتخابات القادمة؟ الأخت والزميلة راوية، هناك فرق، وهذا خلط وقعت فيه كثير من وسائل الإعلام. المحاكم لم تقبل القضايا، ولكن لم يتم التحقيق لا أمنيا ولا جنائيا ولا سياسيا ولا قضائيا. عندما لا تقبلها، يعني ليس هنالك سبب لماذا لم تقبلها؟ لم أستمع إلى سؤالك. يعني عندما لم تقبلها المحاكم، ما كان السبب؟ السبب هذه قضية مطولة، ممكن تفردي لها يوم مستقلة لها. باختصار، ولكن القضاء باختصار، القضاء الأمريكي أكثر من غيره حساس في قضية أن يتم الاعتماد الكامل لما يقبل للمحاكمة. فمثلا كما قال وزير العدل السابق في عهد ترامب بأن هناك كان تزوير، هناك كانت مخالفات، لكنها لا تصل إلى مستوى أن تؤثر بنتائج الانتخابات. هذا هو الخلاف. لذلك المحكمة عندما تقول ليس اختصاصي، تقول هذا بالمحكمة العليا على مستوى الولاية. ما يريده ترامب وكثيرون وليس فقط الجمهوريين أن نسترد نزاهة الانتخابات، بمعنى أن لا تصبح محل شك. وهذه قضية خطرة جدا، فيها بعض المشاكل التي حتى الجسم القضائي اعترف بأنه لابد من تصويبها. سيد بشار، شكرا جزيلا لك، المحلل السياسي من عمان. وصلنا لنهاية برنامج الانتخابات الأمريكية لهذا اليوم، اللقاء يتجدد غدا، إلى اللقاء.